نطلق اليوم برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي الدفعة الثانية في الجامعة الأمريكية في الشارجة. هدفنا أن نبني قدرات وخبرات اتصالية وطنية، ونركز فيه على أدوات الاتصال الحديثة وأفضل الممارسات وخطط الاتصال، التحليل، الجيميفيكيشن، كل المواضيع الجديدة في الاتصال الحكومي والحديثة اللي ممكن نركز عليها أكثر في مبادراتنا، في تطوراتنا. وعندنا متحدثين من خارج دولة الإمارات، بالإضافة إلى عملنا في شكل تفاعلي في ضمن ورش عمل وزيارات ميدانية ونقاشات وحوارات مع مختصين وخبراء في الاتصال الحكومي. أنا جداً سعيدة بتواجدي اليوم مع زملائي في برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي، واليوم إن شاء الله موضوعنا يكون حول إدارة الحملات الناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتكلم إن شاء الله في المراحل المهمة للتخطيط لهذه الحملات. اليوم نتحدث عن إدارة الأزمات، مسألة التحضير لأي أزمة يخلينا نتجاوزها ونقلل من تأثيراتها. يجب أن نتعلم كيف ممكن ندير الأزمة، سواء كان قبل الأزمة أو أثناءها أو بعدها. طبعا في نماذج كثيرة من الأزمات تحولت من أزمة تحولت إلى قصة نجاح، وهذا المهم. سعيدين بتواجدكم معنا في برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي، اللي هي أحد مبادرات مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.